الاخوان الاخوات اللي كيتولوا على المواعيد، واش مفتوحين المواعيد ولا مفتوحين؟ واش كاينين المواعيد ديال التجمع العائلي او ما كاينينش؟ وبالنسبه للاخوان الاخوات اللي كيتولوا على الطراز ديال الباسبور، حتى انتم الاخوان راه كاين الجديد. يلا الاخوان تفرجوا الفيديو حتى الاخر وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم ومع خوتكم ومع الناس اللي كيهمهم هذا الامر هذا، باش ان شاء الله يستافدوا ونستافدوا جميع، والله ييسر جميع الاخوان والاخوات. اخوان الاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الظروف، وتحيه طيبه لاخواني المغاربه داخل ارض وطن وخارج ارض وطن. الاخوان اللي اول مره كيشاهد القناه، دخل يشترك ودير اعجاب، ولا عندك شي سؤال خليه في بلاصه التعليق، ان شاء الله غادي نجاوبك على السؤال ديالك. وما تنساش تفعل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. بالنسبه للاخوان اللي عندهم عقود عمل او نولا وستابير لابورو سوبورديناط وكيسولوا واش كاين المواعيد، المواعيد ما كاينينش، مازال ما رسلوش ليا المواعيد، انا خديت غير الارقام، هذوك الارقام التعريفيه او الترتيبيه او كيف شمام هو. كنقول لكم الاخوان، المواعيد الاخوان راهم كاينين، المواعيد راهم كاينه الاخوان، وراه كيرسلوا للناس المواعيد ديالها، وراه القنصليه الايطاليه بالدار البيضاء راه هي الاخوان اللي كترسل لكم المواعيد، يعني راه كترسل للناس المواعيد. يكذب عليك الكذاب يقول لك ما كترسلش للناس المواعيد، راه كاين اللي ما كيبغيش يقول، كاين اللي غير كياخذ المواعيد ديالو كيدير ابوندوني الجروب اصلا، ما كتبقاش تشوفو نهائيا حتى تيحصل شي حاجه، وعاد كيرجع يقول دخلني نستافد مع الخوت. فهمتوا الاخوان، القنصليه الايطاليه راه هي اللي ساهره على هادشي، بغات باش ما يدخلوش حتى مساره ثاني في اللعبه ويخربقوا المسائل. الشركه الجديده اشنو كدير الاخوان؟ راه غير كتاخذ دوك الاسماء اللي عطاتها القنصليه وكتقول لي معيط لي. الاخوان اللي عندهم المواعيد حتى ال11 ولا حتى ال12، شيروا الاخوان مع الصباح الاخوان، حيت الاخوان راه ما غاديش بالترتيب، راه بعض المرات شي واحد يكون عاطي مع ال11 وكيعيطوا ليه مع ال8 ونص وكيقولوا لي دخل. واش فهمتوا الاخوان؟ واخا يعطيكم مع ال12 ولا مع ال11 جي مع الصباح، باش يعني تكون تما وتسمع السميه ديالك وتسمع الناس اللي غادي يدخلوا، تكوني حتى انت من هذوك الناس. وغنخليكم مع بالليجان ديال الاخوان اللي مشاو تما وكانوا مع ال11 وعيطوا لهم مع 8 ولا 8 ونص ودخلوهم. المهم راه اليوم دفعت في الصباح امور داز مزيان. بالنسبه للرونديفو راه ما كاينش داك زعما التوقيت، ما تيخدموش به، تيخرجوا الصباح تيعيطوا بلا ليست اللي حكت لك اللي اسمها سميتو راه كيدخل داخل، كدفع عادي، كتخلص كيعطيوك الاوراق، تيقول لك غيجيك ميساج غيعيطولك. بالنسبه لداخل ما كاين لا تبصام لا حتى حاجه، يعني كدفع داكشي عادي. كنقول لكم الاخوان، شيرو في التوقيت ما لاعبينش عليه، لاعبين داك الشيء، شوفوا ما كيفاش غاديين بهذاك اللعب ديالهم. المهم واخا يكون انت عندك الموعد مع 11، سير تما مع 8 ونص ولا مع 8، سمع فيما خرجوا عيطوا، سمع الذي لا يعيطوا لكم، ما تكونيش حاضر تما ولا شي حاجه. المهم الاخوان، القنصليه الايطاليه بالدار البيضاء راه هي اللي ساهره على المواعيد، وراه هي اللي كتعطي لا ليست للشركه الجديده او فوافاس جلوبال، والشركه الجديده او فوافاس جلوبال بالدور ديالها كتعيط غير للناس، كتدخلهم وكتاخذ معهم الوثائق، وراهم غاديين الاخوان مسرعين الامور. ما نكذبوش الاخوان، نقول راه ما كاينينش المواعيد، المواعيد ما كاينينش، واش نديروا هادي ونديروا الاخوان، راه ما عندك ما ديروا، احنا الاخوان راهم غاديين معنا مزيان، احنا ملي كانوا مقفر احنا درنا الوقفه الاحتجاجيه، احنا غوتنا، احنا ما خلينا ما درنا. بالنسبه للاخوان، المواعيد راهم كاينين الاخوان متوفرين، والناس راهم كياخذوا في المواعيد ديالهم. اللي ما تياخذوش المواعيد ديالهم، وكنتمنوا من القنصليه الايطاليه بالدار البيضاء هاد الناس هادو حتى هما تحيط ليهم، وحتى هما يرسلوا ديك النولا وسط ديالهم، حتى هما يعني تقوم معهم باللازم. الاخوان ديال التجمع العائلي وديال السياحه، والاخوان ديال السياحه حتى هما يوقفوا معاهم من هاد الناحيه دي. اما بالنسبه للاخوان اللي عندهم نولا وسط بير لافورو سوبرديناتور، راه كيعيطوا ليهم وكيعطيو المواعيد ديالهم. بالنسبه للتجمع العائلي راهم الصراحه راهم محقورين، ما عطا ما كاين لا مواعيد لا والو. وبالنسبه للاخوان ديال السياحه حتى هما الاخوان اللي دافعين فيزا باش يمشيو تما توريس وسياحه، راه واقفين ما كاين لا مواعيد لا والو. والتجمع العائلي حتى هما ما كاين لا مواعيد لا والو. كنتمناو من القنصليه الايطاليه بالدار البيضاء في هذه الايام القادمه او الايام اللي غادي تجي، ان شاء الله حتى هما يديروا معاهم نفس الشيء، حتى هما يرسلوا لنا الوسطى ديالهم، واخا ما يعطيوهم الموعد حتى العام الجاي احنا ماشي مشكل، المهم هو ياخذوا من عندهم ويعطيوهم داك الاستاد ارقام ويتسناو حتى ترسلوا لهم المواعيد ديالهم. كنتمناو من القنصليه الايطاليه الدار البيضاء ترسل لهاد الناس حتى هما، تحطنا واحد البلاغ وتقول للناس ديال التجمع العائلي بالنولا وسط حتى هما يعني توقف معاهم وتقول لهم رسلوا ديك النولا وسط ديالكم بي دي اف، وترسل لهم ديك الارقام اللي هي تعريفيه او ترتيبيه او سميوها كيف بغيتوا، باش حتى هما يطمئنوا. راه بزاف ديال الناس ما واخدينش المواعيد ديالهم وكيتسناو، كاين اللي واقف عليه مول الكرا وكاين اللي واقف عليه مول الدار، كيقول لي خويا لقى الدار، يعني بغى الدار ديالو.
والسيد الاخوه الدار، يعني اش من ولاوس تبقى تعدوه، اش من مراه فين غتجي، يعني الاخوان كاين بزاف ديال المشاكل. مازال الناس ديال العقود العامه راه ماشي مشكله، قالوا لي ما كتوفاش وغادي معاهم الاخوان. انه لا وسط ما كانش كتوفى الاخوان قبل، ما كانش كتوفى الاخوان. دابا حاليا الاخوان ارسلوا انه لا وسط ديالكم بي دي اف في هذا الايميل، خلي لكم الاخوان هنا هكا الاخوان باش ما تحملوش المسؤوليه شي واحد اخر. الاخوان راه واحد الوقيته يجي يقول لكم راك ما ارسلتوش انه لا وسط ديالكم وراه فات لكم ولا شي حاجه وتوليو انتم المتضررين. كنقول لكم الاخوان ارسلوا الكونترا ديالكم او انه لا وسط ديالكم لهذا الايميل هذا، باش هكا تتحيدي المسؤوليه من العاتق ديالك، تحطها عندهم هما. ملي كيعطيك دوك الارقام ارتاح، ملي كيعطيك دوك الارقام سته صافي ارتاح، راك توصلوا بالنولاج ديالك. بعض الاخوان رسلوا لهم قالوا لهم ارسلوا لنا الكونترات كامله، يعني قال الاوراق كامله ديال الكونترا بي دي اف. والاخوان راه جانا الميساج، نوريكم غادي نوريكم الاخوان الميساج. الناس اللي رسلوا لهم قالوا لهم ارسلوا لنا ثلاثه الورقات كامله، وكاين يطلبوا منه غير ورقه واحده اللي كيكون فيها نومورو دي بروتوكولو. المهم الاخوان كل الزهر ديالو الاخوان رسلوا بعدا، او اللي عنده ديك الورقه الاولى يحاول يرسلها، يحاول يرسل ديك الورقه اللي فيها النوميرو دي بروتوكول ديال بي دي اف. راه الفيديو كاين كيفاش غادي دير حتى ترسل ديك النولا وسط ديالك. بالنسبه للاخوان ديال التجمع العائلي كنتمناو حتى هما يوقفوا معاهم ويرسلوا حتى هما النولا وسط ديالهم، وهكا يرسلوا لهم داك الرقم التعريفي على الاقل يرتاحوا، على الاقل حتى هما يطمئنوا. كيف كنقولوا الاخوان ارتاحوا بعد رسلوا لكم الارقام الترتيبيه او الارقام اللي كتدل بالله راهم كيبيريفو في النولا وسط ديالك، وراهم غادي يرسلوا لكم الموعد ديالك حتى تحب التجمع العائلي حتى هما. كنتمناو من القنصليه الايطاليه تشوف هاد الناس بعين الرحمه. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على الطراز ديال الباسبور او الاسماء اللي خرجت الشركه الجديده او فاس جلوبال، اسنا هما كنقول لكم الاخوان راه حنا الاخوان ما منظمينش، راه كانت كتخرج بلا ليست وكتعيط لنا الاسماء ديالنا، واللي سمع السميه ديالو كيدخل وكيعطيو الباسبور ديالو يعني كيتوصل بالمسائل ديالو. الاخوان حنا ما منظمينش، مشينا ودحسنا حدا الشركه ونوضنا المشاكل ونوضنا العرقاله، ورا اليوم سدوا الزكير مع الناس، قالوا لهم سيروا حتى توصلوا بالايميل او او شي ميساج في التليفون ديالك عادي وتيروا الباسبور ديالك من الاخوان. القضيه ما بقاش معروفين لا اسماء ولا حتى شي حاجه. اخوان الله يرحم بها الوالدين، اللي مشى بغى يقضي شغله يحاول يصبر، يحاول يصبر. هذاك اللي داز قبل منك ولا شي حاجه ماشي مشكل، واش حنا غادي نقضيو شغلنا ولا غادي نبغينا ندعسوا؟ شوفوا الاخوان راه الناس راه سدوا معهم الزكير اليوم، قالوا لهم سيروا حتى نعيطوا لكم في النمره ديالكم، نرسل لكم ميساج او غادي يتصلوا بكم او غادي يرسلوا لكم في الايميل ديالكم. شوفوا هما الطريقه باش غادي يخدموا معكم، عاد مشيو ديروا الباسبور ديالكم. والاخوان من واحد الناحيه هكا الاخوان راه احسن، باش ما يكونش الاكتظاظ، باش ما يكونوش المشاكل، باش ما يكونش الصداع، باش ما يكونش مداحش. السلام عليكم خويا، كي داير؟ انا بخير خويا، انا دابا كاين في عين المكان صحاب التيراج والو، شي واحد واش تيراج شي باسبور اليوم الا اللي جاه الميساج؟ دابا قال لك سير حتى يجيك الميساج، وعاد يجي عندهم توريهم الميساج، وعاد دخل تيري الباسبور ديالك. دابا الناس مجموعه مزوقه جامعين دوك الرواسه والمسائل والو، ما بغاوش يشدوا، قال لك لا ما غاديش نشدوا، يكذب عليك الكذاب يقول لك شي واحد تيراريو من غير اللي عنده الميساج. بحال بغاو يحيدوا داكشي اللي كان ديال التعياط، داكشي بغاو يحيدوا. دابا انا قدام الشركه، دابا جيت مع الدار قدرت هما بغاو يشيلوا شي باسبورات ديالهم، وبنادم اللي بحالنا عندو النور الاوسطى كيدفع، بنادم كيدفع فهمتي، بنادم كيدفع ومسربي القضيه فهمتي. القضيه شنو نقول لكم، ماشي بحال ديما كيدخلوا بنادم فهمتي، غادي كيسيستيميو فهمتي، كيسيستيميو كيدخلوا، كيدخل بنادم دغيا كيخرج، هاجي كيحيدوا الزحام باش كيجي زحام اخر فهمتي. المهم خدامين صراحه، خدامين. اما في التيراج لي شويه شاد ديال الذكر فهمتي، مع نوضه شي واحد البارح دار الصداع فهمتيني، نوضه وشدوا معاه لي مال الذكر، ما شدوا معاه دم وراه قال لهم تيوكم الميساجات ديالكم. يا راه الاخوان حتى لهاد الحد هذا خليتكم الراحه وطلعوا فراسكم، وحتى الفيديو زين ان شاء الله، الله ييسركم الامور الاخوان.